يعني عصام دل عادة مباراة دور ال 16 مباراة إقصائية، فأنت تكتيكيا بتبقى ملتزم أكتر ما بتبقى منفتح على اللعب. شفنا ده النهاردة في مباراة كرواتيا واليابان، المباراة راحت لغاية ما بعد يعني الأشواط الإضافية ورحنا لضربات الجزاء. إزاي النهاردة البرازيل تسجل 4 أهداف في شوط واحد ودور 16 واللي هو في التزام تكتيكي وكوريا راحت في يعني ايه اللي حصل؟ يمكن انا شايف ان دور ال 16 هو كان على النقيض مع دور المجموعات، دور المجموعات كان قوي جدا، لكن انا شايف دور ال 16 ما كانش يعني ما بيفيش بالوعود، واعتقد ان هو دور بتحسمه الخبرات. النهارده البرازيل سجلت 4 أهداف في الشوط الاول زي ما انت قلت يا محمد، ودي من 60 سنه ما حصلتش غير مرتين بس. يعني خلينا نقول بقى للساده المشاهدين يفكروا المره الثانيه اللي حصلت من 60 سنه كانت مين، وبرده امير فكر معانا ادينا كده مرتين البرازيل النهارده منتخبات نختار. ما انا امير هيعرفها لو اديت لك 3 منتخبات عشان نشرك الجمهور معانا. منتخب اوروبي، منتخب اوروبي وفي بطوله حديثه من 60 سنه، من 60 سنه. يعني البرازيل المغلوب البرازيل تسجل المانيا ضد البرازيل، قلت لك اعرفها نص نهائي وكانت البرازيل الضحيه، تخيل يعني في ماتش السباعيه المانيا سجلت اكتر من سجلت 5 أهداف وهي من 60 سنه ما حصلش الموضوع ده في ادوار خروج المغلوب غير مرتين في بطوله 2014 وبطوله الحاليه. فبنتكلم ان الخبره لعبت دورها في الدور ده. لو رجعنا لماتش كرواتيا واليابان، هو المنتخب الياباني عشان خبرته اقل من لعيبه المنتخب الكرواتي وقع في الفخ اللي نصبه المنتخب الكرواتي بدايه من الدقيقه 65. انا شايف ان منتخب كرواتيا هو المنتخب اللي عايز المباراه تروح للاشواط الاضافيه، وفي الاشواط الاضافيه تحديدا هو المنتخب اللي عايز يروح لركلات الترجيح. انا كنت عايز المنتخب الياباني يستفيد من الضعف البدني اللي ظهر في المنتخب الكرواتي ويلعب على الفوز ويلعب على التسجيل، لان في ركلات الترجيح هو المنتخب الكرواتي متمرس وعارف، وشفنا ده في طريقه التصويب، وحتى في بطوله 2018 هم تاهلوا من دور ال 16 بركلات الترجيح على منتخب الدنمارك، فهم لعيبه متمرسه من دور الثمانيه كمان على حساب روسيا، فهم متمرسين في ده، وقدر المنتخب الياباني بسذاجه كبيره يقع في فخ المنتخب الكرواتي ويروح لحد ركلات الترجيح.